بص يا سراج باشا، بعد اذن سعادتك يعني انا هتكلم معاكوا بصراحه. انا عارف سعادتك مين كويس، وعارف احمد بيه مين كويس، وعارف مين اللي وراكوا، بس نادر مش هيسيب ابنه يقضي بقيه حياته في السجن. ساعات العند بيولد الكفر، وانا فعلا خايف ان الفلوس اللي احنا مش عايزينها دي يتعمل بيها حاجات الشيطان نفسه ما يعرفش يفكر فيها. لا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، هو اللي انت بتقوله ده اسمه تهديد؟ لا 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 لا، العفو يا احمد بيه، تهديد ايه؟ امال ايه؟ اعتبره نصيحه من واحد في مقام اخوك كبير، لان انا زي ما قلت انا فعلا خايف. اصغر واحد في رجاله نادر ممكن يأذي رنا قوي. كده بقى انا اعتبر ان المقابله اللي بينا انتهت. اما من حيث بنتي فانا اعرف احمي بنتي كويس قوي، يبقى ما قدمناش بقى غير المحكمه. يا سراج باشا احنا قاعدين ممكن نحل. يا اخويا الكبير، ما هو قال لك المقابله انتهت، الكلام خلص. نورت، اتفضل. خد، اسف لازعجك. لا ما تخافش يا جدو، انا هكلم رؤوف وان شاء الله يقول لنا نعمل ايه. مش عايزك تقلق خالص. انا ما بقلقش يا حبيبي، وبخافش غير من ربنا. ايوه يا مختار بيه، بس حضرتك دي قضايا انت ما انتش محتاجني فيها. يعني طبعا حضرتك استاذنا وتقدر تحلها لوحدك او تديها لاي حد في المكتب عندك. يا سلمى هانم، انا جاي لك انت علشان انت اللي بالتحديد تمسك القضايا دي. انا بالتحديد؟ طب ليه؟ حتى انا ما عنديش فكره لا عن القضيه ولا المتهمين ولا المدانين. اتفضلي. فهمت. والمطلوب؟ القضايا دي لازم تخلص. بس الموضوع مش بالسهوله دي. الله، وما انا جاي لسعادتك ليه؟ انت الوحيده اللي ينفع تخلصي القضايا دي بحكم قربك ليهم، طبعا بحكم شطارتك وعبقريتك القانونيه. انت اكيد مش عايزني اقنعها بالتنازل. انت عايز تلاقي رابط قوي يبرر اللي عمله محمد عز. رابط بسيط خالص، ورقه عرفيه. محمد كان متجوزها عرفي، ولما لقاها بتخونه الدم ضرب في دماغه وراح حددهم.